الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا هو الدرس الخامس في استخدام الإكسل في المربعات الصورة الاعتيادية. قدمت في الدرس الأول كيفية استخدام الإكسل في تقدير معلومات النموذج الخط البسيط الذي يتكون فقط من متغير تابع ومتغير مستقل واحد. ثم قدمت في الدرس الثاني كيفية استخدامه في تقدير المربعات الصورة الاعتيادية المتعددة أو Multiple Regression، اللي هو متغير تابع واحد وعدة متغيرات مستقلة. وكان المثال الذي ضربته ابتداء هو عبارة عن هذه القيم XI، هذا المتغير المستقل الأولاني هذا هو، وهذا المتغير المستقل الثاني هنا. وطبعا عندي 10 مشاهدات لXI الأولى وXI الثاني 10 مشاهدات، والمتغير التابع 10 مشاهدات. كيفية استخدام ذلك؟ قلنا حينها في الدرس الثاني والثالث والرابع طبعا بأننا أول خطوة نشكل المصفوفة X. هذه المصفوفة X هي تتكون من، لاحظوا لي هذه القيم، هذه القيم كلياتها هنا، هذه نسختها وضعتها هنا، لاحظوا لي هذه القيم نفسها. ثم أضفنا طبعا عمود جديد هو الآحاد، هذا هو واحد 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 مقابل كل مشاهدة وضع الواحد حتى نأخذ حجم العين بعين الاعتبار. إذن هذا هو الأكس ماتريكس أو ما يسمى المصفوفة أكس. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الآن أخذنا منقول هذه المصفوفة، هذه هو منقول المصفوفة أكس، اسمها الآن أكس ترانسبوز. إذن أكس ترانسبوز اللي هي منقول مصفوفة هاي. عندما نضرب الآن هذه المصفوفة أكس ترانسبوز في أكس نحصل على هذه الآن مصفوفة. لاحظوا لي هنا هذه مصفوفة أكس تتكون من 10 صفوف وثلاثة أعمدة، 10 صفوف. عندما نقلناها إلى أكس ترانسبوز أصبحت تتكون من 3 صفوف وعشرة أعمدة. إذن شرط الضرب متوافر، فعندما نضرب أكس ترانسبوز أكس نحصل على هذه المصفوفة تتكون من 3 في 3، لأن هنا 10 بتشطب العشرة بتم عندي النتيجة 3 في 3 إلى اللي هي هذه المصفوفة. نحتاج الآن إلى الحصول على معكوس هذه المصفوفة، وذكرت كيفية الحصول عليها من خلال ما يسمى بالفورمولاز. تذهب هنا وتذهب إلى أم إنفرس، هذه أم إنفرس الذي يعطيك الآن معكوس المصفوفة هنا حسب الأصول. ارجع للمقاطع السابقة حتى تتعلم وتمرن. الآن عندما نضرب X ترانسبوز X إنفرس في هذه المصفوفة اللي هي X ترانسبوز Y، اللي حاصل ضرب الـ X I's في Y I's، الـ X I's في Y I's، بيطلع عندي 3 صفوف وعمود واحد، هذه مجموع الـ Y I. هنا الآن لاحظوا لي إذا ضربنا الـ X ترانسبوز كلياته في الـ Y I بيطلع عندي 3 في 1 3 صفوف وعمود واحد، هذه الآن مجموع الـ Y I، هذه مجموع حاصل ضرب X I الأولى في Y I، هذه حاصل مجموع XI الثانية في YI. عندما الآن نضرب هذه المصفوفة، هذه المصفوفة في هذه المصفوفة، وذكرت لكم كيف نحصل على تقدير المعلومات B0 B1 B2 اللي هي 2 فاصل. طبعا هنا قربت لكن النتيجة النهائية هي مذكورة هنا، تصبح المعادلة YI hat تساوي 2.477395. ما قربت هنا إلا يعني النزر اليسير، زائد الآن 1.598995 في XI الأولى، سالب قيمتها طلعت سالبة الآن اللي هي 0.44245. إذن هذه الآن الدالة التي قدرنا معلوماتها، هذه المعلمة الأولى هي تقديرها، المعلمة الثانية B1 هذه تقديرها، والمعلمة الثالثة والأخيرة هذه تقديرها، B2 هذه تقديرها. هذه موجب نقطة التقاطع مع النحو العمودي، هذا هو ميل الدال الأول وهذا ميل الدال الثاني. لاحظوا الميل الدال الأول موجب، بينما ميل الدال الثاني هو سالب القيمة. الآن إذا قمنا بتعويض الخطوة قبل الأخيرة، إذا قمنا بتعويض بدل XI هنا عوضنا هذه القيم، يعني أدخلنا هنا 3 والثلاث ثم هذه 20 محل هذه، نحصل على قيمة معينة. ثم عوضنا 5 هنا بدل هذه، لاحظوا التعويض عن XI، ودخلنا 17 عن XI الثانية، ثم دخلنا 5 و17 7 و10 وهكذا حتى انتهينا.
نحصل على قيم المتغير التابع المقدرة. هذه القيم الفعلية للمتغير التابع، لكن المعادلة أو الدالة التي قدرنا معلوماتها أعطتنا قيم مقدرة، هذه القيم المقدرة قطعا راح تكون قريبة جدا إذا كان تقديرنا يعني ممتاز جيد بمعنى آخر. فهناك ثمة فرق، الفرق بين واي اي وواي اي هات هو الخطأ العشوائي، هذا هو يعني سالب هنا صفر سالب سالب 1.75 بعطيني هنا هذه القيمة، 1 سالب هذه القيمة بعطيني هذه القيمة، 4 سالب هذه القيمة بعطيني هذه القيمة، وهكذا حتى ننتهي. فلاحظوا لي انه هناك قيم موجبة سالبة موجبة سالبة سالبة موجبة موجبة وهكذا حتى ننتهي. يجب ان يكون مجموعها اما صفرا بالمطلق او انه قريب جدا من الصفر، وبخلاف ذلك اذا كان اكثر من صفر بكثير بكون فيه خطأ بالتقدير. حتى نتفادى الان نريد ان نحسب تباين الاخطاء العشوائية، فبنربحها هذه بنربح هذه القيم، اذا مربع 1.575 هاي تربيحها، مربع هذه القيمة هنا تربيحها، مربع هذه القيمة هنا تربيحها، وهكذا حتى ننتهي من آخر واحدة، مربع هذه القيمة هذه تربيحها. نجمع مربعات القيم بكون المجموع يساوي 53.49، إذا مجموع مربعات القيم هذه هو هذه القيمة. الآن إذا قسمنا مجموع المربعات هذا على حجم العينة اللي هو 10، 10 يعني نون تساوي 10 في هذه الحالة، نون ناقص كي، كي عدد المعلومات، هنا عدد المعلومات التي قدرناها 1 2 3 اللي هي هذه المعلمة وهذه المعلمة وهذه المعلمة، بي نوت بي 1 بي 2 ثلاث معلمات، إذا حجم العينة ناقص عدد المعلمات يساوي 7. إذا قسمنا هذا على نون ناقص 7 بعطيني ما يسمى تباين الخطأ العشوائي، هذا هو تباين الخطأ العشوائي. من هنا ننطلق إن شاء الله بعدها يعني ما ذكرتكم بالمقاطع الثلاث السابقة، إذا ضربنا هذه القيمة اللي هي تباين الخطأ العشوائي في معكوس المصفوفة هذه، معكوس المصفوفة هذه بعطيني مصفوفة جديدة اسمها variance covariance matrix أو مصفوفة التباين والتباين المشترك لمين للإكس آيز، فوضعته هنا. إذا هذه var مضروبة في X transpose X all inverse، إذا الآن لأنه هذه القيمة عدد ثابت بنسميها scalar باللغة الرياضياتية الإنجليزية أو الأجنبية، سكيلر مضروب بميتريكس، بكون طبعا يضرب الآن هذا العدد بكل القيم هذه، لكن ننتج مصفوفة ثلاثية. إذا خليني أضلل هنا الآن هذه 3 في 3، والآن أضع بأول واحدة هذه يعني الخانة الفارغة هنا تساوي حاصل ضرب ماذا؟ حاصل ضرب سكيلر اللي هو 7.641 مضروب بماذا؟ مضروب الآن هاي النجمة اللي هي شيفت وبضغط على النجمة عشان يعطيني، طبعا التساوي مهمة جدا، إذا لم تضع إشارة التساوي بالبداية هنا هذه بكون في خطأ، يعني هذه الإشارة تساوي مهمة جدا. فبتحط سكيلر بالأول هذه القيمة قيد سكيلر هنا وتضع إشارة الضرب اللي هي النجمة، والآن سأضلل القيم التي سأضرب اللي هي هذه القيم، هذه القيم التي ستضرب بالسكالر هذا. لاحظوا اللي ضللها كلياتها وعطاني من W18 إلى Y20، فعلا هذه W18 إلى Y20. الآن الخطوة اللاحقة أضغط على Control Shift مع بعض Control Shift ثم Enter بعطيني قيم الآن حاصل ضرب سكالر اللي هو هذه القيمة، هذه القيمة مضروب في هذه المصفوفة أعطتني هذه الآن القيم، هذه الآن حاصل ضرب اللي هذه حاصل ضرب var اللي هو variance of EI اللي هو تباين الأخطاء العشوائية مضروب في معكوس المصفوفة الأصيلة، وبالتالي تساوي هذه القيم. لاحظوا الآن هذه هي الآن تباين. شو القيم تفسيرها؟ هاي الآن تباين بي نوت هنا الآن، عفوا دعني الآن أأتي بهذه الدالة كلها هنا أعمل لها كوبي، هي كلها هنا عفوا
كوبي وضعها هنا حتى نعرف يعني بالضبط. كنترول في لان هنا هذه القيمة هنا، أو خليني أميزهن كلياتهن، أضع عليهن أظللهن، أذهب إلى هوم أضعهم في المنتصف في المنتصف، ثم أكبر للحجم 16 حتى يكونوا واضحين بولد، أضعهم في تايم نيو رومان أوكي حتى يكونوا كبار وواضحين. خليني يعني ألقيهم باللون الأسود هنا. الآن تباين بي نوت، أي تباين هذه القيمة، هو 34.4456، وتباين هذه القيمة هو .09971، وتباين هذه القيمة هو عبارة عن دائما هذه القيم موجبة، هذه القيم يجب أن تكون موجبة، هذه يجب أن تكون موجبة، هي يجب أن تكون موجبة. فأتي هنا وأضع قيمة التباين اللي هي 34.4456، هذا تباين يعني، أو بالأحرى خليني أحطها بقوس حتى إني أميز. هاي قوس الآن 34 فاصلة اللي هي هذه القيمة، لاحظوا لهذه القيمة هنا أضعها هنا. إذا أكمل 34.4456، أغلق القوس. إذا هاي الآن هو تباين ليس سالب، يعني ما لم أضع إشارة السالب. احنا قلنا هذه قوس وهاي قوس، انتهى. هلا يبدو انه في بالاكسل اشارة، اذا سألغي القوس هنا الان، اشطب هذه السالب. واذا الان هاي الان 34 فاصلة ونصصها، اضعها في النص وارفع قيمتها شوية وبولد حتى تبين. اذا هاي القيمة، او انقلها هنا بعد اذنكم، هاي كنترول اكس اضعها هنا حتى يبين انه تباين هذه القيمه 34. تباين هذه القيمه هنا هي فاصله 09971، وتباين هذه القيمه خليني اضعها بالمنتصف، اكبرها شويه وعفوا اخليها متباين يعني اوكي، وهذه الآن مظللة. والآن تباين هذه القيمة اللي هي فاصلة 090265، إذن هذه القيمة أضعها في المنتصف وأكبرها وبولد. فإذن الآن حصلنا على تباين المعلومات التي قدرناها. هلأ تباين هذه القيمة ما نستخدم، نستخدم ما يسمى بالخطأ المعياري Standard Error أو SE. سأضع هنا الآن كلمة فقط أو حرف Standard Error، هذه Standard Error، Standard Error سأضعها في المنتصف، في المنتصف هنا أكبرها وأميزها، أضعها في إيتالك المائل وأضعها في Time New Roman حتى أميزها، وأضعها في اللون الأخضر الغامق، اللون الأخضر الغامق هنا، هذا اللون الأخضر الغامق. الستاندر هو عبارة عن يعني الخطأ المعياري لحساب هذه، هو عبارة عن سكوير روت، وإذا تساوي هون SQRT، أفتح قوس أضع هذه القيمة، أغلق القوس وأضرب الآن، بيطلع عندي هذا الآن الخطأ المعياري لها. كذلك الأمر الآن تساوي SQRT، افتح قوس، ضلل هذه، سكر القوس رأسا، اضغط انتر، بعطيك الآن الخطأ المعياري لهذه القيمة. وأخيرا الآن تساوي SQRT، افتح قوس، ضلل هذه الآن، اغلق القوس، اضغط انتر، بعطيني الان الخطأ المعياري. اذا هذا الخطأ المعياري للمعلمة الثالثة، هذا الخطأ المعياري للمعلمة الثانية، هذا الخطأ المعياري للمعلمة الاولى. هذه الان الاخطاء المعيارية دعنا اميزها واقول لكم بالضبط شو اللي نعمل فيها. خليني اصغر بولد تايم نيو رومان
وأضعها في الأحمر أو بأي لون ثاني مثلا هذا اللون الغامق، وكذلك الأمر هنا أكبرها تان نيو رومان وأظللها بهذا الرقم أو بهذا اللون. والآن هنا أكبر الحجم طبعا كله في المنتصف، هنا في المنتصف بولد تايم نيو رومان أوكي. وبالتالي الآن هنا عندي الخطأ المعياري الأول، الخطأ المعياري الثاني، وهذا الخطأ المعياري الثالث. سنستخدم هذه النتيجة هنا وهنا باختبار الفرضيات حول التقديرات التي حصلنا عليها. أكون بذلك قد انتهيت من هذه المحاضرة، وإن شاء الله في مقطع لاحق سنبين كيف نختبر الفرضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.